لا أدبي. 55. 14 طبعا. الفترة الأخيرة كنت بسمع على طول أغنية في التالتة يمين، في ودني على طول أنزل ماتشات في الحاجات ديت وبتاع، بحس إن هي بتديني باور شوية. قبليها كنت على طول بسمع عمرو دياب قبل الماتشات وأنا رايح الماتش والحاجات ديت والكلام دوت، كل حاجة بس القديم بقى، يعني الحاجات القديمة. يعني عمرو دياب أصلا بالنسبة لي أنا متربي عليه من أول ميال بقى لحد آخر ألبوم. ممكن أقرأ قرآن بس وأنا في أوضة اللبس. هدف ليا كان في ماتش الكونغو مصر والكونغو تصفيات كاس العالم، تصفيات 2008 اللي هي بتاعت بطولة 2010 في الكونغو. كان هدف جميل جدا من ناحية اليمين كده، ولقطة طبعا في ماتش البرازيل في كرة كعب عملته سلك الجون الثاني بتاع اللقطة دي مش هنساها بقى. صاحبي جدا يمكن جنش وعبد السلام نجاح واحمد سعيد اوكا، الثلاثة دول قريبين مني جدا. بالنسبه للاعب المفضل ليا في مصر في الجيل اللي انا لعبت فيه ابو تريكه، عشان قائد في الملعب وكاريزما في الملعب، وعبد الله السعيد وشيكابالا. بركات على طول في الملعب كان بيجري ورايا في الملعب عشان يقول لي انت هتتخانق امتى؟ هتعمل مشكله امتى؟ انا مش متعود منك اللي انت هادي. هو كان بيجري ورايا والكلام ده طول ما النتيجه 0-0 او احنا كسبانين او الكلام ده، عايز يخلينا نتنرف على طول. اللي ما تسلكش منه احمد رؤوف مش ممكن، يعني على طول، يعني انت تبقى قاعد وما تديلوش الامان، لو اديته الامان على طول لازم حاجه هتحصل. احترف طبعا، كان نفسي العب دوري انجليزي دوري اسباني، الحاجات دي الحاجه الوحيده اللي ما حققتهاش كان نفسي اعملها. المقلوبه، مراتي بتعمل مقلوبه حلوه.